أقول يعني إذا ما كانت المعارك يعني في ملعبه أو في تماماً قسم تماماً يعني على حدوده، هكذا كان مستوى القتال. كيف كان مستوى القتال يعني في دونباس؟ مستوى القتال في إقليم دونباس يعني كلنا رأينا ببعض الصور جاءت حية، يعني بث حي حتى من ليمان ومن خيرسون، يعني كيف يهرب الجنود الروس لينجوا بأرواحهم تاركين وراءهم كم كبير من الأسلحة الروسية جاهزة واستعملها الأوكرانيون وفاخروا بها الأوكرانيون. لماذا نحمل؟